طبعا مشاهدينا، يمثل المجلس الاستشاري همزة الوصل ما بين المواطنين وصناع القرار، لذلك يحمل أعضائه على عاتقهم أمانة إيصال صوت أبناء الإمارة وإيجاد حلول لمختلف القضايا وصولا إلى حياة أكثر راحة ورفاهية. الحديث أكثر مشاهدينا حول دور المجلس وأهميته وأهمية كذلك مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية. يسعدنا أن يكون معنا في استوديو صباح الشارقة سعادة خالد الغيلي الزعابي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. صباح الخير، حياك الله معنا في هذه التغطية المباشرة. صباح النور وسرور لك عليكم. يعطيك العافية. الله يحفظكم إن شاء الله. في البداية، اليوم تعيش إمارة الشارقة المرحلة الثانية صح التعبير من العرس الانتخابي، عرس الشارقة الانتخابي في هذه الدورة الجديدة. اليوم أهمية المناسبة من قبل المواطنين والمشاركة في هذا العرس الانتخابي. في البداية أنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه على إنشاء المجلس الاستشاري وإتاحة الفرصة للمواطنين في صنع القرار. المساهمة في العملية الانتخابية هي انتماء وطني وواجب التفاعل مع أهم عملية برلمانية في الإمارة. فمنذ 4 سنوات بقرار صائب وحكيم من حاكم الشارقة طرح نص أعضاء المجلس بالانتخاب، وهنا وسع القاعدة لدى الناس في الترشح وأيضا اختيار الشخص المتحدث بالنيابة عن هذه الناس. فالتفاعل جيد وإمارتنا دائما متقدمة في هذا المجال. نعم، تأسس المجلس الاستشاري عام 1999 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وقدم هذا المجلس الكثير والعديد من الإنجازات الهامة في مختلف الأصعدة. كونكم أعضاء المجلس الاستشاري اليوم، كيف قدرتوا تحققون أهداف ورؤى هذا المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة بالتحديد؟ سعينا في الفترة الماضية إلى ترجمة أهداف ورسالة المجلس من خلال مناقشة العديد من القضايا المجتمعية مع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية لإيجاد حلول لهذه القضايا، وأيضا طرح المقترحات البناءة للمؤسسات والدوائر الحكومية للارتقاء في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين والمقيمين في هذه الإمارة. نعم، جميل. سعادتك، اليوم كذلك نتحدث عن أهمية الدبلوم البرلماني المرشحين من جامعة الشارقة، وكذلك يعني بعد تحدثت أنت في جانب مهم اللي هو المساهمة المجتمعية. اليوم كذلك يعني مثل ما اليوم المرشحين أو الناخبين يدعمون المرشحين، كذلك مهمة أعضاء المجلس إيصال الرسائل هذه وإيصال أصوات الناس إلى ذوي الاختصاص وإلى كذلك المجلس التنفيذي. نعم، بالنسبة للدبلوم البرلماني هو تنسيق ما بين المجلس الاستشاري جامعة الشارقة. حقيقة دبلوم المجلس وفق فيه، استفادت منه كثير من الشرائح، الناس اللي عايزة تتعرف على نظام العمل البرلماني أخذوا فكرة جيدة عن نظام العمل. هذا لكل شخص عايز يعد نفسه للترشح استفاد كثير من خلال هذا الدبلوم. بالنسبة نحن كأعضاء أيضا رسالتنا واصلة للناس اختيار المرشح الجيد في تحت قبة هذا البرلمان للتحدث بأصوات الناس. نعم. شو بالنسبة لعملية التواصل اليوم مع المواطنين بعد الفوز، كيف يتم التواصل؟ حقيقة في البداية قبل حتى آلية النجاح هي آلية التواصل مع الناس في البداية. فأنا أرى يعني من الأعضاء النزول إلى الميدان من خلال مجالس الأحياء، وقبل هذا يعني يفترض أن العضو يتحلى بكثير من المواصفات اللي هي المصداقية والأمانة. وأيضا عرض البرامج الانتخابية المدروسة واللي لها أثر جيد وممكن تطبق أيضا على أرض الواقع. جميل. كذلك اليوم المرأة شريك في العملية الانتخابية، ورأينا يعني ما شاء الله وجودها الكبير في المجلس. نتحدث اليوم عن دور المرأة كذلك في المجلس طبعا الاستشاري. الحمد لله المرأة الإماراتية أثبتت نجاح
واسع في شتى المجالات، وأيضا تقدمت بكل ثقة واقتدار من خلال طرح البرامج الانتخابية المدروسة والموضوعية أيضا اللي تلامس الأسرة الإماراتية. نعم. فوجوده مهم جدا في المجالس البرلمانيه. نعم، لو نتحدث سعادتك شوي عن اهم المواضيع وابرزها اللي يمكن مناقشتها من قبل المجلس الاستشاري واعضاء المجلس الاستشاري ويتبنونها من اجل خدمه المجتمع والمواطنين في اماره الشارقه. في الحقيقه جميع القضايا المجتمعيه هي ذات اهميه لدى المواطن. نعم. والاهتمام في كل القضايا مهمة جدا، لأن المجلس يطرح جميع القضايا وما يخص قضية من قضية إلى. جميل. وبالنسبة للمرشحين الجدد، يعني من باب خبرتك في التجربة السابقة، شوي أبرز النقاط اللي يعني يجب التركيز عليها في الحملات الإعلانية، وحتى يعني ما يكون هناك في مثلا بعض الأفكار اللي مثلا المجتمع اوقات مثلا ما ينتبه عليها، او مثلا ما يحب انها تكون من ضمن الاعلانات اللي نشاهدها مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، في الطرقات والاماكن المختلفه، فهي شو ابرز النقاط اللي يجب يركزون عليها المرشحين الجدد؟ نعم، هي حقيقه نحن نتكلم في البدايه اهم نقطه انه يكون الشخص متواضع، مجتمعي، متواصل. نعم. مع الناس. لو سهامات على المستوى العمل او مستوى التطوع. نعم. في تواصل جيد ما بينه وبين الناس على اساس انت تكسب ثقه الناس فيك. صح. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الله يسلمك، يجب ان يضع المرشح برنامج انتخابي نكرره انه مدروس وايضا قابل للتطبيق. نعم. وما تكون هناك وعود براقه لجذب الاصوات فقط. نعم. لا، يجب انك انت تركز في برامج انت تقدر فعلا تخدم الناس وتتواصل معهم في كل المجالات. نعم، في الفترة المقبلة بإذن الله في إمارة الشارقة وبالتحديد يعني في المجلس الاستشاري بيشهد المرشحين تنافس كبير. نعم. وهنا يجي دور الناخبين في أنهم يصوتون للمرشح اللي يلبي تطلعاتهم. كيف ممكن للمواطنين والمواطنات اليوم في إمارة الشارقة الناخبين إن صح التعبير أنهم يرشحون الشخص اللي يلبي تطلعاتهم ويخدم كذلك الوطن والمجتمع؟ الحمد لله، من 4 سنوات وإماراتنا الحبيبة ناس ما شاء الله ثقافتها تطور من يوم إلى آخر. صحيح. في المجال الانتخابي واختيار الناس أيضا المرشحين، فنحن نرد ونكرر مهم جدا أن يكون الشخص اجتماعي متواصل مع الناس في الأفراح والأتراح. صحيح. له بصمة جيدة على قلوب الناس وصادق وأمين. في غير هذا، المرشح يجب أن يكون أول حاجة يحطيها في باله أنه هو عون للحاكم. اثنين، يعرف أن هذه عضوية المجلس هي تكليف وأمانة وليس تشريف. صحيح. فمهم جدا أن يحط في نصب عين هذه النقاط المهمة، وأيضا أن يحط في باله برمجة الأهداف ورسالة المجلس والتعرف أيضا على عمل عضو المجلس الاستشاري. صحيح. وما يكون يحطي برامج غير يعني مقبولة وما ممكن تطبيقها على أرض الواقع. صحيح. مهم جدا هذه النقاط تكون الأهداف واقعية أكثر. نعم. تلامس المجتمع. نعم. مشاكل والهموم في. نعم. المجتمع. وذكرت نقطة جدا مهمة سعادتك، المرشح اليوم لازم يكون إنسان اجتماعي. نعم. يصل لقلوب الناس، يشاركهم الهموم، يصلهم في مناسباتهم. نعم. يعني الافراح والاتراح، كذلك مساله السماع. يعني اليوم بعض الاعضاء ما شاء الله نحن ممكن نشاهدهم في منصات التواصل الاجتماعي، لاحظ في مشكله صارت، شخص علق على مثلا خبر، قرا التعليق، تواصل معه، حاول انه يطرح هذه الرساله في جلسات المجلس، فهنا تكمن قوه المرشح. نحن نبغي كذلك كلمة أخيرة نوجهها إلى المقبلين الآن في عملية التسجيل في المقار الانتخابية، ومن ثم بإذن تعالى تتوالى المراحل الأخرى إلى الوصول إلى المجلس الاستشاري. رسالتي في البداية للمرشح نفسه، يجب أن تتصف بالأمانة والمصداقية وفعلا تكون متابع لقضايا المجتمعية. ورسالتي إلى الناخب، أنت من ستحدد من هو يتحدث بصوتك في المجلس الاستشاري، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. بإذن الله تعالى. شكرا لك سعادتك، يعطيك الصحة والعافية، نتمنى لكم إن شاء الله توفيق دائما. الله يحفظك. شكرا لك. حياك الله.